السابع من أغسطس من عام 1885، وصلت السيدة سالمة ابنة السيد سعيد بن سلطان إلى زنجبار على سفينة حربية ألمانية بعد 19 عاماً من الاغتراب لتعريف أبنائها بأصولهم، وقد لقيت ترحيباً من عامة الناس، غير أن أخاها السلطان برغش منعها من زيارة أقاربها ومنعهم من التسليم عليها إلا من فعل ذلك خفية. مكثت السيدة سالمة في زنجبار 10 أيام، وافق خلالها السلطان برغش على منحها 6000 جنيه استرليني. اشتهرت السيدة سالمة بكتابها مذكرات أميرة عربية، ولها أيضا كتاب رسائل إلى الوطن ومراسلات ومذكرات أخرى لم تنشر. السابع من أغسطس من عام 1968، قام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي قبل تأسيس دولة الإمارات، قام بزيارة للسلطنة في عهد السلطان سعيد بن تيمور، وقد اتفق الجانبان على العديد من المسائل التي تهم الجانبين.